إن كنت مستسلما مسلما لله فلا بد أن تنتفي عن كل معارضة واعتراض ومنازعة لما جاء عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا متعلقا بالأوامر أو بالأقدار أو بالأخبار. وغالب معارضات الناس تدور على هذه الأمور الثلاثة، فقد يعترض منتكس على أمر من أوامر الشرع بدعوى مخالفته الحكمة في زعمه، أو يعارض القدر بدعوى مخالفته العدل في زعمه، أو يعارض الخبر بدعوى مخالفته العقل في زعمه. هذه المعارضات الثلاث هي غالب ما يدور عليها أو ما يدور عليه اعتراض الذين ضعف أو عدم تسليمهم لله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان هم الذين يخلصون من هذه المنازعات، لا يعترض على قدر الله عز وجل حتى ولو كان قدرا مؤلما، إنما يقول ماض في حكمك، عدل في قضاءك. المسلم المستسلم مهما أصابته من نكبات ومن مصائب ومن نوازل، إن هذا لا يزحزح استسلامه وتسليمه وأدبه مع الله عز وجل، حتى كما قدمت لو كان هذا المؤلم زلزالا عظيما أو فيضانا مدمرا، أو كان موت الأقارب والأحبة، أو فقدان البيوت والأموال، لا يزحزح هذا في إيمانه شيئا. لماذا؟ لأن عقيدته راسخة كالجبال بأن هذا قضاء من عدل حكيم رحيم، عدل لا يظلم سبحانه وتعالى. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمصاب بهذه النوازل والمحن أحد رجلين، إما أن يكون عاتيا متمردا على الله عز وجل فتنزل به عقوبة الله، وهذا من عدله وعزته وكماله المحمود عليه سبحانه، هذا مما يحمد الله عز وجل عليه ويثنى به عليه. وإما أن تنزل المصيبة بتقي صالح فهذه في حقه رحمة ورفعة من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، سبحانه الذي فيما يقدر من هذه المصائب رحمة عظيمة تقع بالمصاب. لك الحمد أن الرزايا عطاء وأن المصيبات بعض الكرم. فهذه المصيبة إذا نزلت بالإنسان فمات في زلزال أو مات في غرق، هذه في طياتها نعمة عظيمة لهذا المصاب، لأن الموت آت ولا بد، أليس كذلك يا جماعة؟ هذا الذي مات لو لم يمت بهذا السبب سيموت بغيره، والذي يحمل جثته الآن سيموت، ونحن حينما ننظر ونتكلم أيضا سنموت، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن ما أحسنها من ميتة حسنة وخاتمة حسنة،
أن يموت الإنسان شهيدا، فإن الغريق شهيد وإن الهدم شهيد، فما أحسن أن تنتهي الحياة بهذه النهاية التي فيها فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وكأني بهذا الذي يبكى يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، كان من أهل الإيمان. إي والله، فنحن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى وإن أمضى قدره الذي يؤلمنا فإنه سبحانه وتعالى رحيم بنا، بل والله إنه لأرحم الراحمين. لا ينبغي أن تتشكك في هذا يا عبد الله البتة، الله أرحم الراحمين، وإلا فإنه كان قادرا على أن يجعل هذه المصيبة على مدار الساعة، أليس كذلك يا جماعة؟ إذا وقع زلزال لمدة ثوان فإن الذي قدره قادر على أن يجعله على مدار الساعة في كل صباح ومساء، أليس كذلك؟ لكنه لما عدل عن ذلك علمنا أنه أرحم الراحمين. ولما كانت عاقبة هذا فيما نرجو ونؤمل ونستيقن بوعد الله عز وجل أن عاقبة هذا أجر عظيم لمن صبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ممن أصيب وهو على قيد الحياة، أما من مات فإن رحمة الله وما هو مقبل عليه خير من هذه الدنيا، أليس إن كان الأمر كذلك؟ فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. بلى والله، الله أرحم الراحمين، لأنه لو شاء سبحانه أن يخلقنا ابتداء في النار لفعل، أليس كذلك؟ الله على هذا قادر؟ أجيب، هل يمنعه مانع؟ لو شاء الله أن يخلقنا ابتداء في النار نتلظى في عذابها لفعل، والله على كل شيء قدير. لكنه لما عدل عن هذا سبحانه وتعالى وأوجدنا في هذه الأرض وسخر لنا ما في السماء والأرض وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، دلنا هذا على أنه أرحم الراحمين. ولما جعل سبحانه هذه المصائب والمحن التي تنزل بالمسلمين أسباباً لرفعة الدرجات ولحصول التوبة والاعتبار، كان سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فإن هذه النفوس التي ينالها من الغفلة ما ينالها تحتاج إلى تذكير، وهذا التذكير من رحمة الله. تدري من المصاب في هذه المحن حقا؟ ليس هو الذي والله تهدم بيته فصبر، ولا الذي توفي ونرجو أن يكون انتقل إلى رحمة الله، لا، المصاب حقا هو الذي لم يعتبر، هو الذي لم يأخذ العظة، هو الذي ما أوقفته هذه الآيات العظيمة التي تدل على عظمة الله سبحانه وقدرته، وأن هذا الرب العظيم رب قدير ورب عزيز، ما أحرب الإنسان أن يتوب وأن يرجع عن عصيانه. الذي ما استفاد هذا الدرس هو المصاب، هو الذي يستحق أن يعزى. لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن ينقذ قلوبنا من غفلتها. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن ما استفادوا من الدرس، والسبب ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مصيبة وستنتهي، سترجع الأمور إلى نصابها، لكن الله عز وجل لا يغفل. فلما نسوا ما ذكروا به
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا الذي لم يعتبر ولم يستفد من هذه الآية والعظة هو في الحقيقة المصاب.